استجابة للركود في الاستثمار في الإنفاق المشاريع المعطلة، وبالتالي كان لابد من أن يكون بين قوسين لديكليك هذاك، يعني ذيك الوثبة من أجل تحريك هذا الجمود. مطالب كثيرة كانت غير متكفل بها، مشاريع كثيرة كانت جامدة، احتياجات كثيرة كذلك كانت غير متكفل بها. نأمل أن هذا المبلغ ينفق في الأوجه التي يتوجب صرفه فيها من أجل تغيير الواقع المعيشي والتكفل بهذه الاحتياجات ذات الأولوية، حتى تكون الدولة الجزائرية في حسن